وبحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الى ارض الوطن هذا اليوم قادما من مدينة الرياض بعد زيارة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لدى مغادرته الرياض برقيه شكر وتقدير الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه الشقيقه حفظه الله فيما يلي نصها خادم الحرمين الشريفين الاخ العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الشقيقه حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسرنا ونحن نغادر المملكه العربيه السعوديه الشقيقه بعد المشاركه في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للابل ان نعرب عن شكرنا العميق وتقديرنا البالغ لكم حفظكم الله ولحكومتكم والشعب السعودي الشقيق على ما حظينا به من حسن استقبال وكرم ضيافه وحفاوه بالغه تجسد اعمق الاواصر الاخويه واشدها رسوخا مؤكدين بالغ سعادتنا لمشاركتنا في هذا المهرجان الكبير الذي يجسد الجوانب الثقافيه والتراثيه بالمملكه العربيه السعوديه وما يتسم به من عراقه وما يميزها من تفرد وما له من دلالات مهمه في ابراز الاسهامات الرائده للمملكه العربيه السعوديه في تقدم الحضاره العربيه الاصيله دعينا الله تعالى ان يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحه والعافيه وللمملكه العربيه السعوديه الشقيقه المزيد من الرقي والازدهار ودوام الامن والاستقرار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم حمد بن عيسى ال خليفه ملك مملكه البحرين.